الحمد لله الدراري طبقوا داكشي اللي قلنا لهم، لان الخصم الحمد لله شناه في المقابله ديالو مع الجيش الملكي، وحاولنا اننا نشوفوا النقاط ديالو ونقاط الضعف ديالو ونقاط القوه ديالو، والحمد لله يعني تنشكروا حتى المكتب الموسميه بصراحه الله اللي دعمنا وعطانا يعني هذه الفرصه هذه فينا اننا نكونوا ان شاء الله في المستوى، والحمد لله الاهم هو التاهل، واخا المقابله ما كانش فيها شي حاجه كثيره.